الغناء مما بليت به الأمة اليوم ومما تساهل فيه الناس اليوم. اليوم يا جماعة يحفظ أبناؤنا، بعض أبناؤنا لا أعمم، وعدد من شبابنا وفتياتنا من الأغاني ومبسوطين، هذه أغنية فلان وهذه أغنية فلان وهذا الألبوم الفلاني، وربما يتناقلونها في الواتس وفي غيرها من وسائل التواصل. يا جماعة الغناء حرام، دعونا من الهرطقة. الله يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ما يجوز، الغناء حرام. أقسم بعض الصحابة منهم ابن مسعود وابن عباس قال أقسم بالله أن المقصود بلهو الحديث هنا هو الغناء. أقسم عدد كبير من الصحابة، وقال بعضهم يقول مجاهد اللهو هو الطبل، ومجاهد هذا هو الذي قرأ من تلاميذ ابن عباس، يقول قرأت القرآن على ابن عباس من فاتحته إلى سورة الناس آية آية، والله إنني سمعته يقول بأن لهو الحديث هو الغناء الذي نصت عليه الآية ونصت على الحديث. أكثر من 30 عالم من الأئمة والعلماء والفقهاء والمفسرين أجمعوا على تحريم الغناء، لا يعرف أحد من السلف التابعين من القرون المفضلة إلا وحرم هذا الغناء. ولذلك لماذا بعض الناس اليوم يفتح على الأمة باب؟ النصوص التي تواترت من الكتاب ومن السنة ومن كلام الصحابة ومن كلام التابعين في تحريم الغناء. الحديث اللي في البخاري ليكونن من أمتي قوم إيش يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، الحرى الزنا، ثم قال والمعازف، قال يستحلون، الأصل إيش حرام، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فلا يجوز. وأنا أقول يجب أن نسكت عن فتح الباب على الأمة الذين اجتهدوا في هذا الباب، نقول عفى الله عنهم. الأمة بليت الغناء وبريد الزنا